إن يوم القيامة يتعارفون كما جاء في الحديث الذي ذكرنا الأول. نعم. هل يعرف بعضنا بعض؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إلا في ثلاثة مواطن. نعم. لا يعني أنه لا يعرفهم، هو يعرفهم لكن ينكرهم لما هو فيه من المهم. نعم. لأنه هو في أمر أعظم. نعم. فيقدم الأهم في المهم. فيقدم الأهم ثم ينتقل. نعم. إلى أم يوسف على التويتر دكتور تقول دكتور سؤالي، أولادي في الجنة هل سأراهم كما هم صغارا؟ المعروف على أن أهل الجنة يوم القيامة يبعثون على سن 33 عام، أما إذا ماتوا في المهد صغارا فهم يبعثون على ما هم عليه. نعم. عليهم أجنحة في الجنة. نعم. ولذلك أهل الجنة يدخلون الجنة بأربع وتدخل عليهم أربع، يدخلون في طول آدم وجمال يوسف وخلق محمد وعمر عيسى عليه السلام. عليه السلام، فيزيدهم الله أربع، لأن سر الجنة ثمانية، أبواب الجنة ثمانية. نعم. فالناس لابد أن تكون مكود ثمانية. نعم. فيشب فلا يهرم، يصح فلا يمرض، يحيى فلا يموت، يحل عليهم رضوانه لا يسخط عليهم أبدا. نعم. ما شاء الله، ما شاء الله. فهذه رقم ثمانية، تنتبه دائما في الجنة فيه الخير. نعم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لأن رحمته هناك سبقت غضبه. نعم. وفي الطعام ثمانية أزواج. نعم. ورقم سبعة يحمل الشدة دائما. نعم. أبواب جهنم سبعة، الحيوانات المفترسة سباع. نعم. سنين يوسف سبعة، سبعة يضم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعا شدادة. نعم. دائما السبع فيها شدة، رمل الجمار كم فيها سبعة، لأن فيها الكلفة وفيها الشدة. صحيح. طيب محمد السعدي يقول حلقة شيقة للغاية وأتمنى أن نعود للأرض شوية وللدنيا. نعم. نعم. يقول ما مشاكلنا الأسرية تزداد تعقيدا مع مرور الوقت، لكن يقول هل ممكن مع هذه المشاكل أنه أجرنا يزداد ويكون نصيبنا للجنة أعلى وأفضل؟ يعني كثرة مشاكل الزوجية أو الأسرية، هل هذا مؤشر خير أن احنا راح تكون مقامنا عالي في الجنة؟ فمن كان في حياته سعيدا فمن باب أولى أن يكون هناك سعيد. وسأجيبه بقول الشاعر لما قال من أراد أن يكون سعيدا ها هناك فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وانهض فعمرك مر منه الأطيب، ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. دع عنك ما قد كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصي ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. نعم. والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. نحسبه. وجميع ما جمعته وملكته حقا يقينا بعد موتك ينهب. نعم. نعم. جزاك الله خير. دكتور الأخت نينا تقول حتى إذا دخلنا الجنة ويوم القيامة علينا بعد طاعة والدينا بعد في الجنة؟ الجنة افعلوا ما تشاءون، لأن التكاليف، لأن الطاعة واجبة. نعم. والواجبات حدها الدنيا، أما الآخرة لهم ما يشاءون فيها. يعني ما كان حراما في الدنيا. نعم. أصبح هنا الخمر، أليس الخمر حراما؟ صحيح. فيشرب في الجنة. إذن الناس في الجنة تحت رضوان الله، إذا ما في طاعة ما في شيء. قد هذه الأمور ترى انتهت في الدنيا. نعم. حتى الأذكار والأدعية التي تكون في الدنيا. نعم. تنتهي في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يسجد ما شاء الله أن يسجد، يعلمه الله كلمات يقولهن، مو دعاء الدنيوي. نعم. دعاء الدنيا انتهى أمره. نعم. أم يوسف تقول دكتور زاك الله خير، هل الأموات يتزاور، يعني الزوج مع زوجته مع أولاده، الأسرة كلها وهم ميتة كلها؟ نعم. هل يتزاورون فيما بينهم حتى لو دفنوا في مناطق مختلفة؟ في البرزخ تقصد؟ نعم، في البرزخ، في القبر. نعم. أما إذا البرزخ فهذا أمر آخر. نعم. لأن الأرواح تتزاور وتلتقي إذا كانوا من أهل الجنة. فهم يرى بعضهم بعضا، وليس هذا، لأن الأرواح لا حصر لها. أنت اليوم في الدنيا إذا نمت تخرج روحك وتلتقي مع أناس لا تعرفهم. نعم. حتى إذا لقيته مرة تقول هذا الرجل فين شفته؟ أنت رأيته في عالم الأرواح. نعم. ولذلك الأرواح تلتقي في البرزخ وتتزاور، والبرزخ هو حاجز معنوي بين الدنيا والآخرة. نعم. سعة هذا البرزخ بالنسبة للأرض كسعة الأرض بالنسبة لبطن المرأة. نعم. طيب دكتور تقول جعيث أو إما رجل أو امرأة يقول من كان له في الدنيا زوجان. نعم. فأيهما يكون في الجنة؟ يعني امرأة تزوجت بزوجها. نعم. نعم. هذه تختار يوم القيامة، يخيع المرأة إذا تزوجت كم رجل مثلا. نعم. وطلقت، يعرض عليها يوم القيامة
يعرض الله عليها أزواجها فتختار أحسنهم أخلاقا. ها هي إذن هي تختار، هي اللي تختار، لأن المرأة في الدنيا طيب. في الجنة تختار، لا أصل لا، الناس اليوم يقولوا أن المرأة محصورة، لا أبدا، المرأة يوم القيامة إنها يفنيها أبدا تربها، فهي تختار ما تبغاه ما تبغى خلقة. طيب وإذا ما دكتور وإذا ما تبي ولا واحد منها ولا بلاش منهم، تتزوج اللي تبغاه هي، يعني مو المرأة حتزوج نفس الرجل، لا أبدا، وش في وشها على طول ما يعني غلط. طيب. فهي تختار. طيب الأخت دنيا تقول السلام عليكم دكتور، هل إذا الواحد لم يرزق بذرية في الدنيا نعم يرزق بها في الآخرة؟ أيوه. هل هم مثل أطفال الدنيا مثلا؟ لا، في الجنة شيء ثاني. لذلك النبي يقول إذا تمنى الرجل الولد يكون حملها ووضعها ونموه في لحظة واحدة. واحد يبغى مثلا يبغى عنده ولد يتمنى مثل الدكتور جاسم في نفس الملابس الشماخ ونفس الشيء. لا يا سيدي تتحمل وتطلع قدامه يعني بمجرد لمحة بصر. ثانية. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. آصف بن برخية وزير سليمان من الإنس لما رفع يده إلى السماء جاءت الملائكة بعرش بلقيس في لمحة بصر من اليمن إلى المقدس، فإذا في الجنة في باب أولى. نعم. طيب المدربة أفراح الحربي تقول دكتور هل أبي يعلم بأهله في الدنيا وهو بقبره؟ الأرواح تعرف عن كل ما في الدنيا بواسطة الأرواح التي تموت، لأن الأرواح لما تموت طيب. تصعد فتسألها الأرواح كيف تركت أبنائي، كيف فعلت كذا، كيف كذا، فيعطونهم الأخبار، فيعطونهم الأخبار، والأخبار بالنسبة لهم متصلة، لأن كم يموت من اليوم من روح في اليوم. نعم. إذا الآلاف التي تموت فتعرف كل ثانية عن ما في أبنائك، فإذا وجد إذا قال والله ابنك صالح يفرح، إذا قال والله أبنائك منحرفين فتتعلق بالعرش إذا كانت صالحة وتبكي وتسأل الله تعالى أن يتوب عليك. نعم. الأخ مشيلح مرة ثانية يقول دكتور جاسم المرأة إذا توفت وهي غير متزوجة نعم. هل تتزوج بالجنة ومن يتزوجها؟ من ذلك أولى مريم ابنة عمران تتزوج، على عيسى تتزوج نعم. مريم ابنة عمران تتزوج وهي ماتت يعني ولم تتزوج، فمن باب أولى. فآية القرآنية لهم ما يشاءون فيها هذه لا حصر لها. الحافظ ابن كثير قال إذا مرت علي السحابة في الدنيا في الجنة أقول أمطر علي النساء، قالوا ليش تقول هذا الكلام هذا شيء، قال لأن الله يقول لهم ما يشاءون فيها. هذا والله الخيال يعني يعني سحابة بهالجنة وتنزل، كلما تصورت شيء فكر أكبر منه. نعم. نعم. طيب دكتور عبد الواحد وجيه حقيقة احنا نتمنى نقعد معك أكثر، لكنه ما شاء الله والأسئلة على تويتر كثيرة جدا، لكن إن شاء الله في لقاء آخر نعوضك. وأنا أشكركم وأشكر قناة وبارك الله فيكم على هذا الحماس وهذا العنوان الغريب. نعم. الذي هو فعلا ليس غريبا. نعم. بل هو عنوان ينبغي للناس أن يلتفتوا إليه، أن يرد الإنسان إلى الاستعداد. صحيح. لأن الأسرة نعم. السعيدة نعم. عليها أن تكون سعيدة في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله فيك دكتور. نعم. ونشكر دكتورنا الدكتور عبد الواحد وجيه أستاذ البيان، ونتواصل معكم مع ضيف آخر بعد الفاصل بإذن الله تعالى. زلنا نتواصل معكم وما زلنا نطرح قضية مهمة جدا، العلاقات الأسرية في اليوم الآخر. ونشكر الدكتور عبد الواحد اللي كان معنا، وبعض التغريدات أنا وصلتني تطلب كيفية التواصل مع الدكتور عبد الواحد، فإن شاء الله أرد عليكم بس بعد ما ننتهي من الحلقة بإذن الله. وغالبا في التويتر أنا أرد على الخاص حقيقة، لا أرد على العام، وإنما رسالة خاصة تأتيكم إن شاء الله. نرحب بضيفنا الكريم ومعنا الآن فضيلة الشيخ إبراهيم أيوب، وهو مصمم لبرنامج ومشروع الله في حياتي. رحب فيك فضيلة الشيخ. الله يحييك. حياك الله دكتور. الله يسلمك. ونحيي إخواننا وأخواتنا الله يحفظهم جميعا. الله يبارك فيك إن شاء الله. نتكلم إحنا طبعا عن العلاقات الأسرية يوم الآخر، وربما خصصنا الجزء هذا عن الجنة والنار، نسأل الله العافية من النار ونكون من أهل الجنة. فماذا تحب أن تبدأ بمقدمة حتى نطرح عليك تساؤلات المشاهدين بإذن الله؟ تفضل شيخ. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة بكل بساطة إذا سئلت من هو الشخص المستقبلي، أنا أقول المؤمن شخص مستقبلي الطراز من الطراز الأول. نعم. المؤمن هو الشخص مستقبلي الطراز، دائما نظرة مستقبلية، ولكنه يعيش اللحظة، بس اللحظة اللي بيعيشها اللحظة هذه مملوءة ومليئة بالمستقبل. فالشخص الذي يعيش اللحظة وهي مفصولة عن المستقبل هذا إنسان صاحب هوى. لكن الشخص الذي يعيش اللحظة لتحمله هذه اللحظة إلى غاية كبرى إلى نهاية عظمى، هذا ما هو صاحب هوى، هذا صاحب
مستقبل واضح وتخطيط وإنسان راسي وراكز. فحقيقة موضوع الأسرة بالذات أنا عندي قناعة كبرى أن هناك جنتين كما يقول السلف رضوان الله عليهم، فالجنة الصغرى في الدنيا ثم الجنة الكبرى. الجنة الصغرى هنا في الدنيا حقيقة الإنسان ممكن يملك أي شيء، أي شيء ممكن يملكه ويعيش كما يقولون بممتلكات خاصة كثيرة جدا، لكن لو فقد حقيقة العلاقات الأسرية، لذلك كلمة بيت أنا أرمز كلمة بيت من الباء بمعنى البر المتواصل. طيب، والياء كما يقولون من يعني اليسر في التعامل في البيت. نعم. وفي الأخير يتكون هناك التواصل. نعم. نعم. هو شيخ أيوب، بس لأنه حقيقة علينا ضغط كبير تويتر، ما شاء الله الأسئلة كثيرة، أنا قاعد أحاتي الوقت. تفضل. يعني توقيع منقف مكتوب. تقول المرأة التي لم تتزوج في الدنيا لظروف ما، نعم، هل يعوضها الله عز وجل بزوج في الآخرة؟ وسؤال آخر لنفس التويت تغريدة، وهل إذا رغبت أن تتزوج بصحابي ممكن؟ سبحان الله. هذه ما شاء الله صاحب الطموح. نعم. نعم، شيء جميل حقيقة. القانون الأكبر والقانون الكبير في الجنة لهم ما يشاءون فيها. نعم. ولدينا مزيد. ولدينا مزيد. نعم. هذا القانون الأكبر. القانون العظيم الذي يتعامل الله عز وجل سبحانه وتعالى به. والشيء الأكبر كذلك قانون الفضل للعدل، فالله سبحانه وتعالى جل في علاه دائما أصلا أدخلنا الله عز وجل الجنة برحمته. نعم. وبفضله وليس بالأعمال فقط. فبالتالي كل ما يطلب الإنسان هناك المزيد. نعم. طيب، في عدة أسئلة حقيقة وكثيرة. في حالة لو توفى الشاب أو الفتاة وبعدهم ما كونوا أسرة في الدنيا، جميل، فما هو وضعهم في الجنة وكيف راح يعيشون في الجنة وكيف راح يتفاعلون؟ جميل. لا شك احنا الآن تكلمنا في موضوع خاص عن الأسرة. نعم. لكن الأصل أن كل إنسان له عمله وله تصرفاته وله سلوكياته وله أحلامه وله أفعاله، فالإنسان يحكم عليه من خلال هذا الأمر. لكن نحن الآن في دائرة نتكلم إذا تكونت هناك أسرة. نعم. فالجنة ليست فقط الأسرة للأسر إنما بشكل عام، لكن حديثنا محصور عن الجنة أو الأسرة في الجنة. نعم. طيب شيخ، تعطينا فكرة عن درجات الجنة. في بعض الأسئلة حقيقة عن درجات الجنة وعن دركات النار، لو باختصار شديد. جميل. كما نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الجنة 100 درجة. نعم. طيب، وفي كل درجة هناك 100 درجة. وهناك تفصيلات دقيقة جدا أن أهل الغرف يتراءون، أن يتراءى بعضهم بعضا كما يتراءى الإنسان الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني من المسافات الشاسعة ما بين الدرجة والأخرى وما بين أهل درجة وأهل درجة أخرى. فحقيقة هذه الدرجات العظيمة تدل على ماذا؟ تدل على أن الطريق إلى الجنة والأعمال والأفعال جدا كثيرة ومتكاثرة، وليست هناك نوعية واحدة أو صنف واحد أو تصرف واحد. فالإنسان له أن يرقى، بل آية قرآنية واحدة ممكن تحول الإنسان من درجة إلى أخرى. نعم. اقرأ وارقى كما كنت ترتل في الدنيا. نعم. البعض يسأل عن واتبعتهم ذريتهم، يقول أنه صحيح أنه الأطفال يعني يحبسون عند باب الجنة ويرفضون الدخول إلى أن يعني يتم إحضار الآباء والأمهات ويدخلون جميعا الجنة، أم هذا القول غير صحيح؟ لا، الذي أعلم حقيقة، لا، الذي أعلم أنه ليس ما في صحة لهذا القول. إنما الأصل أن هذه الآية جاءت لماذا؟ لأن الآية هذه تعطي مؤشر من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، لأنه من النعيم حقيقة، من النعيم الاجتماع الأسري. إنه مو معقول أب يبغى يفقد أبناءه أو أم تريد أن تفقد أبنائها. نعم. فالله جعل هذا القانون من باب النعيم، أنه لو ابن طلب ورأى أن الأم في درجة وهو في درجة أو العكس، فمن فضل الله ورحمته على أهل الجنة أن يجعلهم يتزاورون أو يلتقون في بعض الدرجات.